تشريح أحدث أنواع الشاشات من كيوليد وأوليد، كل هذا والعديد والعديد من الدورات على إلكتروصوفيان فقط في الجيل الثالث. يمكنك أيضا متابعتنا أو متابعة جديدنا عبر الفيسبوك. كل ما عليك توجه إلى خانة البحث وكتابة إلكتروصوفيان كما هي موضحة أمامك. ستظهر لك أيقونة خضراء وهي أيقونة الصفحة الخاصة بنا، وهذا هو شكل الصفحة، وتظهر لك أيقونة سوداء هي للمجموعة، وهذا شكل المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد على قناة إلكتروصوفيان. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى هو الفيديو الثاني من دورة شاشة الكيوليد. سنقوم أولا بربط الجهاز بجهد كهربائي، بعد ذلك سنكمل الفيديو والتفاصيل. طبعا بالنسبة لهاتين البلاستيكتين فهما خاصتين بالحاملات أو أرجل الجهاز، طبعا لدينا اثنين من الأرجل لذلك هنا بلاستيكتين. بالنسبة لباقي الملحقات سنجد قارئ الكارت، هذا قارئ الكارت يكون سيباري أو منزوعا من الجهاز، وحتى مكانه يكون مخبأ في البداية. لدينا هذه البلاستيكات هي خاصة بحامل الشاشة من الخلف، طبعا السيبور لوضع لإلصاق الجهاز بالسيبور، فتكون في هذه النقطة هنا، واضح، تكون هنا وهنا. طبعا تكون لديك أربع وتتحكم في طولها حسب إرادتك. زائد تكون لدينا هذه البلاستيكات، لدينا هذه الأولى وهذه الثانية. هاتين البلاستيكتين دورهما أنهما يعني تمر الأسلاك عبرهما، مثلا تقوم بوضعها هنا، واضح، وتأتي بالأسلاك التي تحتاج وتنزل الأسلاك من هنا، ثم تنزل وتمر عبر هذه البلاستيكة التي تضعها أنت حيثما أردت. ويمكنك أيضا وضع البلاستيكتين معا في جهة واحدة حتى لا يرى المشاهد الأسلاك وهي نازلة ثم متوجهة إلى مكان ما. طبعا هذه ملحقات وهذه أيضا ملحقات. بالنسبة لقارئ الكارت، بالنسبة لهذه القطعة فمكانها يكون هنا، سأحاول أن أريكم، فمكانها يكون هنا، وكما تلاحظون هنا توجد أوبن، واضح، توجد أوبن بحيث أنك تزيل القطعة، هذه القطعة الملصقة هنا تزيلها وتركب قارئ الكارت إن أردت. طبعا أنا لا حاجة لي به حاليا، لكن في وسط الدورة سنحتاج إليه وبالتالي سنقوم بنزعه، وستشاهدون كيف سنقوم بدمج قارئ الكارت في هذا المكان. بالنسبة للخصائص أو لزوتي التي تدعمها ويدعمها الجهاز من هذه الجهة، فكل الأوتبوت أو الأنبوت أو الآي أو الموجودة في الجهاز موجودة فقط في هذه النقطة هنا، أي من هنا إلى هنا فقط، واضح، ويحتوي على ما يلي: لدينا USB، بور USB، ولدينا بور USB، ويقول لك أن هذا البور USB يمكنك أن تستعمل فيه هارد ديسك ويمكن أن يعمل عادي لأن عليه 1 أمبير. هنا عادي نصف أمبير، 2 USB. لدينا الأوبتيكال، هذه الليد الأحمر. لدينا HDMI كما تلاحظون، لدينا 4 3 2 1، وسنشرح لاحقا ما الذي نعنيه ب ARC كاختصار. وكما تلاحظون لدينا 4 HDMI. بعد ذلك لدينا اللان هنا، وهو ARJ45. بعد ذلك لدينا منفذين للريسيفر كما تلاحظون، اونتين ان ساتيليت سيب ساتيليت مين 2. ثم لدينا الكيبل RF، هذا فقط ما تتوفر عليه شاشة كيوليد Q55 Q64T. وللإشارة فهذه العلامة هنا تعني أنه مقبول في السوق المغربي. على أي هذا فيما يخص تتمة خصائص الجهاز الخارجية. الآن سنمر إلى شيء مهم جدا وهو الريموت كنترول. الريموت كنترول في شاشة الكيوليد هي أعجوبة بحد ذاتها. كيف ذلك؟ سنقوم بفتح هذه الريموت للإشارة. فعندما تقوم بفتح الريموت لا يعني
أنها ستشتغل معك من الوهلة الأولى، لأن الرموز تعمل بعدة طرق، منها الانفراريد أو الانفراروج يعني عبر الليد الذي يبعث إشعة تحت الحمراء من هنا، وتعمل وايرلس يعني حتى وأنت في غرفة أخرى أو في بيت الجيران يمكنك أن تتحكم. لذلك كل جهاز يعني يقوم بقراءة وأخذ ريموت واحد، يعني إذا كان لدي اثنين في المنزل فأقوم بتثبيت واحد فقط في الجهاز ليتحكم لهذا في هذا الجهاز والآخر في الجهاز الآخر. حسنا، لنقوم بتشغيله كما تلاحظون يقول لك ادفع إلى الآلة، هكذا تقوم بالدفع إلى الآلة، وهو يعني من حديد ليس بلاستيك. طبعا سنقوم بتركيب البطاريات وللإشارة، فإذا أردت إزالة البطاريات ليس عليك أن تقوم بإزالتها من هنا، كل ما عليك هو أن تضغط على هذا الزر هنا، سأحاول أن أظهره لكم، هذا الزر هنا، هذا الزر الصغير، واضح؟ كل ما عليكم أن تضغط هنا فترتفع البطاريات، تضغط هنا لترتفع هذه البطارية، تضغط هنا لترتفع هذه البطارية. الآن ركبنا البطاريات، كل ما علينا هو أن نعيد الريموت إلى مكانه بهذه الشكلة، وقبل ذلك سنقرأ قليلا من ما كتب هنا، لاحظ معي جيدا، Smart Control في السطر الأول، Smart Control، واضح؟ يعني ليس كنترول عادي. حسنا، سنقوم الآن بإعادته بهذه الشكلة، عادي جدا. حسنا، عند الضغط على أي زر، عند الضغط على أي زر يومد ليد أحمر هنا في هذا المكان، عند الضغط على أي زر يومد ليد أحمر، واضح؟ بالنسبة للأزرار، أول ملاحظة ستلاحظون أنه ليست هناك أرقام، الواحد إلى التسعة غير موجودة، واضح؟ أول ملاحظة ستلاحظون. طبعا بالنسبة للأزرار فيمكنك أن تأتي بها من هذا الزر هنا، لكن سنشرح أولا دور كل زر يعني باختصار شديد، لأننا سنعود إليها في حالات الإصلاح الخاصة بالأعطال البسيطة. بالنسبة لهذه الأزرار هي عبارة عن تطبيقات مثبتة في الجهاز، واضح؟ بالنسبة للصوت والشانيل فكل زر به ثلاث أزرار، واضح؟ كل زر من هذه الأزرار به ثلاث أزرار. كيف ذلك؟ الزر إذا سأحاول أن أوضح لكم الفكرة، إذا دفعته باتجاه الآلة فيعني فوليم بلس، لاحظ في يدي ولاحظ إذا دفعته في الأعلى بهذه الشكلة من الأسفل إلى الأعلى يعني فوليم بلس، إذا دفعته بجهة الأسفل هكذا ماينس ناقص، واضح؟ إذا ضغطت عليه في الوسط ميوت، واضح؟ إذا ضغطت عليه في الوسط ميوت. هذا فيما يخص زر الصوت. فيما يخص الشانيل فهو نفس الموضوع، لكننا لا نعمل غالبا بالشانيل. بالنسبة لزر الهوم فهو الأكثر شرحا في ما يخص الجهاز. زر الهوم يعطيك الاختيارات الكاملة. طبعا لدينا هنا انترنت، جالوري، سمارتينج، وهذه وياك وستارت، وكل هذه التطبيقات هي بالاشتراك المدفوع. طبعا لدينا برايم فيديو، نتفليكس، ولدينا التيرست يعني التلفاز الأرضي. طبعا بالنسبة لأمبيونت، هذا الوضع أمبيونت، فسنشرح ضمن الخصائص الداخلية للجهاز، وهذه تطبيقات مثبتة سابقا، هنا يمكنك البحث عن شيء. هنا لدينا السورس أنبوت، طبعا هنا يمكنك التعديل على الريموت كنترول، كل هذا سنشرحه لاحقا طبعا في الخصائص الداخلية للجهاز. هنا لدينا التعديل أو الريجلاج، دوزيام ريجلاج، به قائمتين للتعديل، قائمة داخلية وقائمة خارجية، هذه هي القائمة الخارجية التي نقوم الآن يعني بالدخول إليها. سنتجه مباشرة إلى الخصائص، خصائص المساحة وما إلى ذلك. لاحظ معي طبعا بالنسبة للكيوليد فالموضوع يعني الموضوع مهم جدا بالنسبة للستوكاج. لاحظ
المعالج 23%، مع أننا لا نعمل بأي تطبيق. 23 37 لا نعمل بأي تطبيق. بالنسبة للرام 63 ولا نعمل بأي تطبيق. والستوكاج 50% ولا نعمل بأي تطبيق. سنتجه مباشرة إلى الستوكاج لنلقي نظرة. لاحظ هذا هو يعني هذه هي المساحة الفارغة وهذه هي المساحة المملوءة، بمعنى لدينا 4 جيجا مقسمة، هذا فارغ وهذا مملوء. بالنسبة للسي بي يو طبعا سيعطينا التطبيقات المشغلة حاليا. طبعا 4 جيجا ليست بالحجم الكبير جدا، وزائد أنه لا يمكنك إضافة تطبيقات غير هذه الموجودة سلفا في الجهاز، زائد أن هناك مشاكل فيما يخص التطبيقات، وبالتالي يمكننا أن نعود إليها لاحقا في التفاصيل. حسنا، هذا فيما يخص زر الهوم. واضح زر الهوم، هذه الأزرار الثلاثة فراكوتين مباشرة تأخذك إلى التطبيق، برايم فيديو تأخذك إلى برايم فيديو مباشرة، النتفليكس تأخذك مباشرة إلى النتفليكس. واضح. بالنسبة لزر الهوم تحدثنا عنه، هو من يعطيك هذه القائمة في الأسفل هنا، هذه القائمة هنا، هذه القائمة بزر الهوم. طبعا بالنسبة لبوز بلاي فهي تعمل في اليوتيوب أو في أي مقطع. روتور طبعا لا تخفى عليكم. الأزرار والاتجاهات، الصوت لا يتحكم فيه من هنا، وإنما يتحكم في المينيو أو التحكم في النافيغاتور. هنا لدينا مكان حيث يمكنك الحصول على الأرقام لأنها غير مكتوبة في الريموت. بالنسبة لهذا الزر في الوسط، سأحاول إظهاره لكم، هذا الزر هو زر البيكسبي أو حيث يمكنك التحدث مع الجهاز. على سبيل المثال سأحاول أن أتحدث مع الجهاز، سأضغط هنا وأقول له على سبيل المثال فوليوم 9 أو 8 لأن الجهاز بالإنجليزية حاليا، ونرى هل سيفهم أم لا. على سبيل المثال فوليوم 9، لاحظ أنه وضع الصوت في رقم 9. واضح. بالنسبة للمود أمبيونت، هذا المود هنا يجعل من الجهاز كعارض صور، عارض صور أو فيديوهات، يعني إذا ألصقت الجهاز بالحائط هناك فيمكنني اختيار مثلا فراشات على سبيل المثال، فتبدأ هذه الفراشات بالقفز في الجهاز هكذا كما ترون هنا، زائد أنه يمكنني أن أضع الصورة في الخلفية، وهناك صوت للطبيعة ستسمعونه في الخلفية. طبعا لخفض الصوت تضغط نحو الأسفل. هذا بالنسبة لمود أمبيونت، طبعا من هذا الزر هنا، وهنا طبعا زر الإطفاء والتشغيل. تبقى نقطة أخرى أخيرة، هي أن الجهاز إذا لم تقم بعمل بروغراماسيون جيد له عندما تشتريه، فبعض الأحيان يمكن أن يقلع من ذات نفسه، يعني يكون هكذا الجهاز في وضع الأوف ثم تجده في وضع الأون عادي جدا، وهو يقتنع مباشرة على أساس أنه أنك قلت شيئا، على سبيل المثال أنك قلت ويك أب وسمعك وأقلع، ومع أنك لم تقل شيئا. حسنا، إذن هذا كان الشرح الثاني لشاشات الكيوليد. طبعا حاولت ما أمكن تقريبكم من يعني من الجهاز. بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنشرح هذه، سأريكم والذي سنقوم بشرح، سنشرح أيقونات التعديل حتى تستطيع إصلاح الأعطال البسيطة، يمكنك إصلاحها فقط من هنا. واضح. فقط إذا فهمت هذه الأيقونات يمكنك إصلاح الأعطال البسيطة فقط من هنا. واضح. كل الأعطال تكون في هذه الأيقونات هنا دون فتح الجهاز حتى. واضح. هذه ستكون الحلقة الثالثة من الدورة إن أطال الله في العمر، وسنشرحها بالتفصيل الممل. بعد ذلك سنشرح الإصلاح، يعني إصلاح الجهاز بالريجلاج من هذه الجهة من هنا بالتفاصيل وبالتفصيل الممل، وسنشرح مشكل الأوتو إيكونومي وكل شيء والأعطال الشائعة في الأجهزة. تبقى ملاحظة أخيرة سأشاركها معكم قبل الانتهاء من الفيديو
الثاني في دورة الكيوريت أن الجهاز يتوفر هنا على NDR، يتوفر على حساس للإضاءة هنا بالقرب من اسم سامسونج، يتوفر على حساس إضاءة. بالتالي إذا قمت بتشغيل حساس الإضاءة بطريقة الخطأ من الريموت أو بأمر معين، أمر صوتي أو كذا، فالجهاز سيصبح مزعجا، حيث أنه سيزيد الإضاءة في أي لحظة. يعني تشاهد فيلم يقوم بإضافة الإضاءة 100%، تصبح الإضاءة رديئة ثم يجعلها واحد ثم كذا. لذلك قم دائما بعمل روستارت للتعديلات التي قمت عليها في المينيو حتى لا يعمل الـ LDR، وحتى إذا عمل الـ LDR لا تجعل له السلطة الأعلى في التحكم في الإضاءة. نقطة أخرى أن الجهاز به زر واحد فقط، كل الجهاز به زر واحد فقط. هنا إذا ضغطت عليه كما تلاحظون أتندر شين بلس شين موا فوليم بلس فوليم موا سورس، هذه الخمس أيقونات، هذه الخمس أيقونات طبعا، لاحظ معي جيدا، هذه الخمس أيقونات إذا أردت التنقل بينها أو الضغط على الأيقونة رقم واحد، يعني هذه الخمس أيقونات أو الأيقونة السادسة الكبيرة، يعني الآن هو يختار الأيقونة السادسة، لاحظ معي سأضغط هكذا، إذا ضغطت مرة أخرى فقد أنتقل ثم أنتقل ثم أنتقل ثم أنتقل ثم أنتقل ثم أعود إلى أتندر. اللحظة التي سأضع فيها يدي وأبقى ضاغطا بهذه الشكلة فيقوم بإضافة الصوت هناك، واضح؟ لأني أضعه على فوليم بليس، ثم ضغطة زر خفيفة أنتقل إلى فوليم بليس، ثم أضغط وأبقى ضاغطا فيقوم بخفض الصوت هناك، واضح؟ يعني زر واحد فقط في الجهاز، وإذا وصلت هنا وضغط وبقيت ضاغطا فسينطفئ الجهاز، واضح؟ إذن هذا كان كل ما لدينا في هذا الفيديو، أتمنى من صميم القلب أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل. إلى أن نلتقي في الحلقة الثالثة، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. كان معكم دائما وأبدا المبتدئ سفيان بن عياد، وإلى اللقاء.